تحية الصلاعونية. اليوم جيتكم واحد الموضوع تاني في شكال كما تنعرفوا الانتقاد في الانترنت يعني بزاف ديال الناس تنتقدوا من جميع الشكل. كاين اللي تيردنا يعني عملاء الجزائر وكاين اللي تيردنا يعني عملاء ديال البوليزاريو وعملاء ديال الماسونية العالمية وكاين اللي تيردنا عاوتاني ناس ضد اخنوش لان دافعنا حزب العدالة والتنمية ولا التخربيق. وفاش نهضروا على العدالة والتنمية تينوضوا دوك الناس ديال اخنوش يقول لك انتوما راه دافعينكم دافعينكم احرار اللي هما الاشرار. هادشي كامل جيت تهضر على حرية التعبير تتولي ملحد ديوتي كافير واعطي وليو الفتاوى ينزلوا صاحبي. وكل يوم جيت انا باش نوجه رساله لبعض الناس اللي تيتقدونا بهذا الشكل هذا اللي هو الصراحه ما عنده شي علاقه بالواقع. جيت نوجه لهم هذه الرساله. اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد الموضوع مهم اللي هو الملكيه في المال. كيفاش الملكيه تمريض ولا مال؟ ها باغي تحرك لنا الاستقرار دافع الجزائر والبوليزاريو ادوين مكه. كيفاش الخائن ديال الوطن ها ادوين مكه ها باغي تحرك يعني الاستقرار ديال الحزق ها باغي تحركه. لا ما يمكنش خلينا حاسقينا خلينا عياشة اين علبو. اوكي دابا نهضروا على اوكي الملكيه كذا ما نهضروش اخويا على الملكيه نهضروا على سميتو نهضروا على العثماني وبنكي بنكيران والعثماني والزياده اللي زادوا والقروض اللي اقترضوا من البنك الدولي واللي غادي يبقاو يدفعوا المغاربه من هنا ل 2040. كيفاش انت مصيفطك عرفتي شكون حاجه وحده ما كاين لا هادي لا مصيفطك يا اما اخنوش او الياس العمار فهمتي انت تيميزيو لك البينغا وهادي باش تهضر على السون ديال هذاك اخواني بن كيران وخو الاخر العثماني فهمتي راه باين السون بلا ما ددت هواء معنا فهمتي راه السون باين اخاي ماشي مشكله سيدي نهضروا على اخنوش و17 مليار ديال المحروقات وفشل المغرب المخطط الاخضر. اوكي تبقى ليا الاخر فاش تنتقد اخنوش انت هو يعني الاخوان بن كيران باينه تيدفعوا لك هذوك راه تيجي داك الشيء من تركيا تيجي طاير عندك تحطك وتسجل على الفيسبوك تبقى تهضرنا على اخنوش احسن يعني رجل اعمال في العالم واكبر انسان يعني بيزنس مان ناجح في المغرب. هو بغى دوخنا زعما ما دوخنيش انا عارف كلشي. اوكي صافي مثاليا ندو نهضروا على الديمقراطيه وحريه التعبير في المغرب. كيفاش الديمقراطيه واش انت مريض ولا ما انت ملحد انت يا ديوتي انت كافر انت باغي تدخلنا ديك الحريه التعبير ديال هادوك نبقاو نشوفوا العلا في المغرب. راه شوف خلينا اخويا دوله اسلاميه الله يرحمها خلينا امارات المؤمنين حافظه لنا السون ديالنا وراه كلشي مزيان فهمت الله يرحم بها الوالدين فهمتي بلا ما تدولنا الالحاد راه ما عندوش بلاصه في هاد البلاد. وي بلاتي صافي تنضلك انا على حريه التعبير يعني الديمقراطيه يعني فصل السلطات يعني فهمتي كيفاش يعني انت بحال دوك الناس اللي تنتخب مثلا في البرلمان تولي عندك عليهم واحد السلطه تولي تحاسبهم تولي ما دابا ما عندكش هذا الشيء هذا الديناميكيه كامله ما كاينه يعني هذا الشيء اللي تنهضروا. واش كون قال لك باغي انا كاع الديمقراطيه وما باغي نهضر مع حتى شي وانا بعدا اصلا ما تنصوتش فهمتي وتجي تقول لي انا ديك الديمقراطيه ديالك وديك الشيء هذاك راه ما عنديش معاه فهمتي يا اما ترجل معنا الله يرحمه فهمتي الديمقراطي خلينا على دوك اللي ليه حنا دوله اسلاميه ما عندها لا ديمقراطيه لا هادي لا حنا خلينا ترونكي الله يرحم بها الوالدين. ولكن خليني نشرح لك ان فاش نهضروا على حريه التعبير ان مثلا تقتي شي واحد ما تسجنش ما يعني الديمقراطيه تدخل حتى اخويا الا مشيتي للقضاء وفهمتيني وطالبتي بالمظلوميه ديالك ولا شي واحد ظلمك تتاخذ حقك بهذا الاسلوب ولا مشيتي لشي اداره تيعاملوك مزيان والبوليسي ما تيبقاش ديما هز عليك كتافو ومخنزر فيك وباغي يدخل فيك طول وعرض لانه بوليسي وصافي تولي هناك واحد المراقبه تولي هناك واحد المحاسبه هذه هي الديمقراطيه وهذه هي حريه التعبير. واسيدي ما باغيش انا تنطلع القضاء تنعطي البنادم ميزي كذلك صافي بنادم الزود وهذا هو السون ديالها ما عندنا ما نديرو لها بحريه التعبير. لو سير دابا قول ودابا عباد الله حمقوني هاد صحاب حريه التعبير وافكاري الخاصه والفلسفه والحزاق وداك الشيء ودابا يقول لي فاش بغيتي نهار هضرنا في السياسه انت كذا باغي تضرب استقرار البلاد هضرنا في العثماني انت اخوان هضرنا في اخنوش انت اخوان اللي هضرنا فيها يعني مشكل. فاش بغيتوني نهضر الله يرحم باك قول لي يا خويا فاش بغيتيني نهضر عافاك الله يرحم باك لان انا تنحاول نفهم وما تفهم ليا والو من الصباح وانا سميتو راه وليت عرفتي شنو اللي نيرف طلعوا ليا الراس قول لي فاش بغيتي نهضر هضر على حمزه. شوف اخي هضر على حمزه مون بيبي فهمتي مون بيبي هذاك حمزه مون بيبي دوميا باطمه هضر عليها هضر على راه هضر على ديك الفضيحه اللي داز دابا في شوكي راه عندهم بزاف ديال ليفو تربح العاقه صحيحه وهني الوقت اخو ما تهضر لا في السياسه لا والو حنا ما تنفهموش هذاك الشيء اصلا فهمتي حنا اميين وهكا عايشين صراحه صدق من قال قال لك اللي دار راسو في القمح ولا الشعير تينقبوا وجهه وهذا الشيء هذا هو
بحال هاد الناس هادو اللي فهمتيني يعني زعماء يعني عندهم درجه ديال الماستر يعني في التفسير والتحليل فهمتيني عندهم واحد يعني تيبدعوا من الدماغ ديالهم فهمتيني هذاك كيفاش يسميه داونس يقولوا لي باللغه الانجليزيه يعني ما عرفتوش شنو يقولوا بالعربيه بالعربيه الشك يعني تيشكو اللي بانت لي تيفسرها هادو وصلهم يعني عندهم ماستر في الشك يعني تيبدعوا في الشك ديالهم يعني عندهم خيال الخيافات وخيالين ما خص اصلا نخرجوا واحد التيرمينولوجي كلمه جديده حتى ديال الشكولوجيا المغربيه الشكولوجيا المغربيه يعني هذا خصو يدخل القاموس المغربي ولا يدخل مع دوك الكلمات العلوم المهم تحياتي ولا عجبك الفيديو دير لايك وسبسكرايب وديك التخربيق يلا الله يعاون سلامة تلاحم